بالنسبة للأرقام تاع الجمعية بتاعنا بالنسبة لسنة 2017 كانت استثمارات جملية بمقدار 420 مليون دينار، مكنت من تمويل قرابة 200 مشروع وخلق 6500 موطن شغل. بالنسبة للمشاريع كانت 64% منها في إطار تطوير شركات والباقي في إطار إحداث شركات، 50% من الاستثمارات هذوما مشاو في المناطق التنمية الجهوية. نظن أنه أهم التحديات بالنسبة لنا هي التشريعات الموجودة. احنا اليوم باش نحاولوا في الندوة السنوية متاعنا نحكيوا على التشريع الجديد، القانون الجديد والقانون ستارتاباك، باش نحاولوا معناها فسروه للمتعاملين متاع الجمعية متاعنا، باش يجيوا الناس اللي مختصين اللي هما شاركوا في نقاش وفي إحداث هالقانون الجديد، وباش نحاولوا نشوفوا شنو المعوقات اللي نجموا معناها نتحداوها ونزيدوها باش نزيدوا نقويوا في الاستثمارات نتاع المستثمرين في راس المال فيما يخص تمويل معناها المشاريع المجدده والناشئه. اليوم نحكيوا على الابتكار والتجديد، كيفاش نبنيوا منظومه نتاع تمويل اللي تساعد في الابتكار والتجديد اللي هو اليوم مدخل لدفع الاستثمار والمبادره الخاصه في تونس. وهنا نعتبره اليوم وانه تونس اليوم قادرة بحكم الموارد البشرية المتوفرة فيها، بحكم اليوم تشريعات جديدة كيما ستارت اب اكت اللي مشجع لخلق المؤسسات الناشئة باش معناها يخلق الديناميكية الضرورية. ولكن احنا في حاجة أيضا إلى العمل من جهة على وضع آليات تمويل يعني جديدة، وفي نفس الوقت أيضا تسهيل الإطار القانوني والتشريعي. اليوم نحن تونس نشتغلوا على صندوق استثماري كبير، صندوق نسميه صندوق يستثمر في صناديق الاستثمار، ونتعاون اليوم مع عدد من المؤسسات الدولية اللي المهمة نتاعها مش تكون تشجيع المؤسسات اللي تبتكر المؤسسات الجديدة في القطاع التكنولوجي والقطاع الاقتصادي والاستثمار بشكل عام، اللي اليوم عندها صعوبة في التمويل عن طريق المؤسسات البنكية وعن طريق المنظومة المالية والبنكية، وهذا معناها في تواصل مع الإطار القانوني الجديد اللي يهم المؤسسات الناشئة المستثمرة. في نفس الوقت نحن بصدد استكمال مشروع قانون أفقي يهم عدد كبير من القطاعات، واللوا ترانزفيرسال هذيا سميناها، هي باش يكون الهدف نتاعها هو انها تشوف شنو هي العوائق الموجوده اليوم امام الاستثمار وامام بعض المشاريع في كل القطاعات المختلفة، واللي اليوم يكفي انه نبدلوا فصل في المجلة القانونية او في قانون معين باش نعطيه دفعة كبيرة للاستثمار. في عمر باش نقعدوا نستناو حتى نغيروا كل هالقوانين وهالترسانة القانونية والتشريعية الثقيلة اللي بتاخذ سنوات، الفكرة هو انه يكون عندنا مشروع قانون مركز فيه معناها 30 او 40 فصل يمكن النقاش والمصادقة عليه بسرعة من مجلس الشعب، ويكون الهدف نتاعه هو دفع الاستثمار ودفع المبادرة الخاصة في كل القطاعات ورفع الحواجز والعوائق والعقبة أمام المستثمرين في كل القطاعات. وطريقة هذه اللي هي طريقة مجددة وتنجم تربحنا في برشا وقت وتعطينا امباكت كبير، اللي تنجم أيضا تكون في مستوى انتظارات المستثمرين في كل القطاعات. دونك إن شاء الله صندوق استثماري كبير يرى النور إن شاء الله في 2019 وبتمويل هام بصدد حوار مع المؤسسات المالية، وأيضا قانون جديد لدفع الاستثمار والمبادرة الخاصة ويرفع كل الحواجز والعقبات والعوائق للمستثمرين في كل المجالات.